تحية لكم من جديد مشاهدينا. وصلنا لزاويتنا الحوارية الأولى لليوم اللي خصصناها للحديث عن الاقتصاد المنزلي والمشاريع الصغيرة وآلية ترشيد الإمكانات المتاحة بظل الظروف الحالية، وهل هذه الدراسة موجودة في جامعاتنا ومناهجنا، وكيف نستطيع أن نستفيد من الاقتصاد المنزلي بطريقة صحيحة. للحديث أكثر عن هذه التفاصيل سعدنا أن نرحب بضيفتنا بالاستوديو الدكتورة ريم عيسى، دكتورة في كلية الاقتصاد جامعة تشرين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الفل، صباحكم جميعا خير إن شاء الله بختام هالسنة، وإن شاء الله أمنيات أمنياتنا للسنة القادمة أن تكون أحسن للجميع. آمين يا رب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دكتورة يسعدنا صباحك وكل عام أنت بخير، وبيسرنا اليوم وجودك معنا بهذا اليوم لحتى نحكي عن موضوع كتير مهم وموضوع كتير بالنسبة لكل العائلات. صحيح. وخاصة بظل هاي الظروف اللي هو صحيح. الاقتصاد المنزلي، لو تحكي لنا شوي عن هذا الموضوع. هلا انا بدايه بدي احكي عن فكره انه الاقتصاد اليوم، اذا بدنا نحكي عن اقتصادنا الوطني عموما، فورا بيبدر لذهننا عباره او مصطلح معروف عندنا كثير بالاقتصاد، هو الناتج المحلي الاجمالي. والناتج المحلي الاجمالي هو الناتج الناجم عن كل العمليات اللي بتتم بكل الوحدات في المكون الاقتصاد، بقصد بكل الأنشطة والقطاعات المكونة للاقتصاد. اليوم أنا ما فيني أنظر للأسرة إلا جزء من هذا الكيان الكبير، مثل ما كل وحدة من وحدات الاقتصاد في إلى إيراداتها وفي إلى إنفاقها، فالأسرة نفسها هي إلى إيراداتها وإلى إنفاقها. طبعا الإيراد أو موارد الأسرة هي عبارة عن الدخل اللي بتحصل عليه، وإنفاقها أكيد في له عدة سياقات على فترات أو حسب الاحتياجات طبعا. والاحتياجات تبدأ من قاعدة هرم أساسية معروفة عندنا بالاقتصاد، هي الاحتياجات الفيزيولوجية، أنه الإنسان يكون قادر على أنه يأمن غذاء والحاجات الأساسية لإله. إذا بدي أحكي عن الاقتصاد المنزلي اليوم، أنا بدي أحس حالي عم بحكي بخجل شوي، لأنه في خلل فورا طلقائي. فورا في خلل او في اشاره استفهام بدها توقف هي فكره المداخيل. طبعا الرابط ما بين الجزئيه اللي بدي احكي عنها ممكن تدخلنا مباشره لنحكي عن المشاريع الصغيره او المتناهيه الصغر. انا اليوم لما بدي يكون دخلي قليل مقابل حاجات اساسيه كثير كثيره للاسره خلال فتره زمنيه قصيره، ما فيني اجي اقول له لرب الاسره او للاسره كلها انه نحن بدنا نحط خطه. اليوم كل الوحدات العامله بالاقتصاد عندما تريد ان تبدا عملها في اي فتره زمنيه فهي بتوضع خطه. الخطه شو هي؟ هي نوع من التخطيط بنسميها بادجت، موازنه، اني انا اعرف شو الايرادات اللي رح تجيني هالشهر وشو المصاريف المتوقعه او الانفاق المتوقع بهذا الشهر. للأسف اليوم إشارة الاستفهام أو الخلل إنه إنفاقنا حكماً عم يكون أكثر من مدخولنا. هون في أنا جزئية بدي أحكي فيها كتير مهمة، إنه الأمر عندما يتعلق بترشيد الإنفاق أو في فعلاً تخطيط للإنفاق المنزلي، مثل ما في ترشيد إنفاق بالحكومة وترشيد إنفاق بالوحدات الاقتصادية العاملة بأي اقتصاد، فأنا بدي يكون أساساً بنشأة أبنائي بالأسرة أو بالتربية أو بالبيئة معلمة أو مربية أبنائي على فكرة ترشيد الإنفاق، أو بما معنى أني اليوم بدي أعلمهم أنه في شيء اسمه أولويات أو ترتيب أولويات، في شيء اسمه أنه لازم لما نستخدم الأشياء أو لما نصرف نحاول أنه ما نبذر في صرفنا. أنا من غير المنطق لا أكون قادر على تسديد فواتيري ويجي حدا من الأبناء اللي أنا بدي أغير موبايلي مثلا، يكون في مسؤولية تمام. لكن هذا من النشأة، أنت اليوم ما بتجي بتقله فجأة بعد ما بتكون مدلله على فترة زمنية طويلة ومحقق له كل رغباته، بتجي فترة بتقله لأنه هلأ نحن بظرف صعب أنا ما فيني أغير لك موبايلك. هلأ أكيد ربما يكون الأمر في عوامل أخرى بتأثر فيه، بس بالنهاية لن يكون بنفس الطريقة فيما لو كانت النشأة أو حتى لو ساهمت المناهج نفسها بتنشئة الأطفال وتربيتهم خلال مرحلة الدراسة على المال، إدارة المال. نحن دكتورة اسمحي لي هون فضل. نحن كلنا من صغرنا متعلمين دائما أنه أهلينا بيقولوا لنا جمعوا هيدي المصاري بالطامورة بكرة بتفتحوا وبتشتروا الأغراض اللي بدكم إياها. هيدا ما نوع من الترشيد؟ هل هو صحيح أبداً. أم لا؟ هلا هو نوع من
يعني بيعلم الولد شوي يعني تمام انا عم بعطيه للولد مدخل ليعرف او عم حاول اكسبه مهاره انه اليوم انت قادر ترشد مصروفك اليومي لقاء انك تحصل على شيء انت رايده لاحقا قيمته ما يعني انت اللي جبت قيمته. لكن بنفس الوقت هون نحن عم نعلمه الادخار ليس من اجل الاستثمار وانما من اجل الاستهلاك، لانه هو هل طاموره بده يكسره لاحقا بده يجيب القطعه اللي هو مشتيها. بس هو انا بعمري ما قلت له شغله ثانيه. هي انا كنت جاي على هي القصه لحتى احكي عن فكره انه مناهجنا حتى لما حطت الاقتصاد المنزلي، يعني في بعض المناهج يمكن ما بعرف اذا حاليا موجوده، بعتقد بمناهجنا اللي قبل الجامعه منا موجوده، بس بعرف انها موجوده كتدبير منزلي كانت احيانا سابقا، كانت تركز على فكره تعليم السيدات آلية التعاطي مع الصوف او القماش او الى اخره، الخياطه الى اخره، الاعتماد على على تمام. لكن ما حدا علمهم على فكره، على سبيل المثال اليوم بإحدى قراءاتي لأحد الكتاب كان عاطي قصة أنه قال له لابنه، كان ابنه بحاجة بده يجيب غرض معين، يعني خلينا نقول بسكليت مثلا، فقال له أنا رح صمت أو شيل من مصروفك اليومي مبلغ، وهو الماء بده يستفيد، بده يجيب البسكليت بتنزيلات معينة بمرحلة معينة بتكون قيمة أدنى من قيمته الحقيقية. فراح الولد بده يصمد لوقت التنزيلات، لكن للأسف ما أخذ المبلغ الكافي أو ما إجا المبلغ الكافي. قام قال له أبوه فكر بأنه أنت كيف ممكن تعمل تحول هذا المبلغ، كان عشرة وصل معه لعشرة دولار، هو بده عشرين دولار. راح عمل راح قدام مغسلة سيارات وأخذ عمل عصير برتقال، كان صيف، عمل عصير برتقال وصار يبيع. طبعا استخدم العشرة دولار تبعيته لحتى يعمل هذا المشروع الصغير، ومن ثم فعلا جاب العشرين دولار واشترى فيهم البسكليت بفترة التنزيلات. نحن صراحة اللي نحن لازم نفهمه لأطفالنا، نحن في عندنا موروث للأسف دائما بيعلمونا انه تعلم مشان تحصل على وظيفة. في شيء ما بيعلمونا اياه انه انت قادر على انك تحصل على your own business، يعني فينك انت يكون عندك الشغل تبعك تمام. فهون فينا نفتل بقى لحتى نحكي عن المشاريع الصغيره والمتوسطه. تماما، يعني دكتوره حكيتي افكار كثير مهمه. نحن ممكن يعني العائله السوريه بتفتقدها، خلينا نقول بشكل كثير كبير، واللي هي انه فعلا نحن نربي اطفالنا على موضوع انه لازم تكبر ويكبر الفكر الاقتصادي معك، مو انه والله بس تعليم ولغه والى اخره، ايضا مهنه او مشروع. لهون بدنا نروح للمشاريع الصغيره. شو اهميه المشاريع الصغيره استثمار القدرات اللي تعلمناها او اللي رح يعلمونا اياها اهلنا؟ هلا هون بدي ارجع بس هيك لحتى اختم بالقضيه اللي كنا عم نحكي فيها، انه نحن ما منعلمهم ابدا اليه التعامل مع المال، يعني نحن فقط منعلمهم اشياء بسيطه وخليني اقول بناء على العرف والعاده والتقليد وليس بناء على اساس علمي. هلا اذا بدنا ننقل على المشاريع المتوسطه والصغيره، انا بعتبرها انه هون الشجن كثير كبير فيما يتعلق بهذا الامر. اليوم الاقتصاد الوطني بتساهم كل القطاعات بنموه اولا وبزياده الناتج المحلي الاجمالي، فجزء من يعتبر اليوم بعالم اليوم وخصوصا بعد كورونا، وانا كنت بتمنى انه يكون الوقت في متسع من الوقت لنحكي عنه بتفصيل اكبر، صار العالم متجه أو يعطي أو يولي أهمية أكبر للمشاريع هن بسموها متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واللي هي بناء على معايير كتير دولية، يعني كتير اختلفوا بالبداية على تحديد ايمت بنعتبر المشروع متناهي بالصغر وايمت صغير وايمت متوسط، لكن هذا الأمر لا ينكر أنه تجربته كانت جيدة جدا لا سيما في البلدان النامية، يعني بالبلدان خليني أقول بالاقتصادات الناشئة. فكرة خليني أقول عن تجربة السورية فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بال2001 شكلت هيئة تسمى هيئة مكافحة البطالة، كان الهدف منها أنه نحاول نساعد الشباب اللي ما عم يقدروا يحصلوا على وظائف في الدولة
والشباب او خليني اقول الطبقه الفقيره باني اقدم لها قروض لحتى تقدر تعمل مشاريع او لحتى تعمل مشاريع صغيره. للاسف عاشت فتره الهيئه فتره قصيره، لكن بال 2007 يعني ما كان في يعني ما فيني اقول انه بينت هي المشاريع او كان في إلى اهتمام كثير كبير لها. بال 2007 ظهرت هيئه اسمها هيئه تشغيل وتنميه المشروعات. على خلاف الهيئه الاولى اللي هي اعطت القروض، هي الهيئه صارت تقدم الدعم، لانه اكتشفوا انه لما عم يقدموا القروض من هيئه لما قدموا القروض بمرحله هيئه مكافحه البطاله كانوا فقط عم يقدموا التمويل، بس هالاشخاص اللي عم يحصلوا على التمويل ما كانوا بيعرفوا بالضبط، لانه اليوم انت عم تعطي قطاع من الناس خليني اقول مش بالضروره لديه الوعي الكافي او لديه المعرفه الكافيه لاداره الاموال عم يحصل عليها، فللاسف ما كان في نتيجه. فهون فكروا لما صارت هيئه تنميه المشروعات انه لو قدموا الدعم التقني والاداري والتدريب والى اخره بيكون احسن، لكن للاسف هن ما قدموا قروض، فرجعنا امتدت الازمه لسنه 2017 لحتى طلعت او شكلت هيئه جديده، هي هيئه تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره. المشروع الصغير او المتوسط فكرته كثير بسيطه. في عندك شباب يمكن يملكوا افكار، وهون بدنا نحكي عن جزء هلا كثير مهم، ما بعرف اذا بيتسنى لنا الوقت بسبب التطور التكنولوجي الحاصل، صار في شيء اسمه رياده الاعمال، بس خلينا نبلش بالمشاريع المتوسطه والصغيره. فكرتها كثير بسيطه. انا على سبيل المثال اذا عندي خليني اقول مشروع، بدي اقول رسم او اكسسوارات او وات ايفر، يعني شغلات بيعملوها هن بحبوها تماما، يعني موهبه معينه يمتلكها شخص او يمتلكها شاب او حتى امراه، وقررت انه هي تفتح مشروع صغير بهذا الاتجاه. فهي تحتاج بالبدايه الى التمويل. هلا مصادر التمويل عاده باي مشروع من المشاريع يبدا بمصدرك انت، يعني ماذا تملك، مدخراتك الشخصيه، ربما ارث معين، يعني بما معناه انت تملك التمويل. لكن في حال غياب التمويل انت منين ممكن تحصل على التمويل؟ انت تحتاج الى الاقتراض، بمعنى ان يكون هناك مؤسسات تقوم بتمويل هذا المشروع حتى، يعني خليني اقول حتى يوقف على اجره، بمعنى حتى فعلا تنطلق هي المراه او ينطلق هذا الشاب ومن ثم يستمر في السوق. لكن للاسف بنرجع لفكره انه ربما لم يكون هناك خليني اقول نتيجه واضحه، بالرغم من انه المساهمه المتوقعه ل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في بلدان نامية كانت عم توصل ل 40% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن عندنا بسبب عدم وجود تنظيم ما بين الجهة المانحة القروض، وهون أنا بذكر أنه نحن عندنا فقط 4 مؤسسات تمويل صغير، لأن المصارف الكبيرة ما بتمنح تمويل تمويل لهيك مشاريع، لأنه بسبب مخاطر الائتمان، لأنه بما معناه ضمانات مشاريع من هذا النوع ليست ضمانات كافية للمصارف الكبيرة. فظهر مرسوم سمح أو ظهر مرسوم من سيادة الرئيس أنه نفتح مؤسسات تمويل. فعلا صار عندنا فقط 4 مؤسسات تمويل صغير، لكن لليوم ما عندي تنسيق ما بين الهيئات. هون أنا بدي أذكر أنه الأماكن اللي نجحت فيها تجربة المشاريع المتوسطة والصغيرة، على سبيل المثال تجربة الهند اللي أنا على اطلاع كنت عليها لأحد الأسباب، أنه هن عندهم وزارة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. هاي الوزارة تحتضن كمان، هون في عندنا جزء اسمه حاضنات الأعمال غير كمان جزء تاني فينا نحكي عنه، تحتضن المشروع من A to Z، يعني بتأمن التمويل، في تأمين ضد مخاطر الائتمان، ومن ثم بتساعدهم بالإنتاج والتسويق، لحتى وصلت العشرات من المشاريع في الهند إلى أصبحت مشاريع حتى تخطت الحدود، يعني أصبحت خارج، يعني تصدر منتجاتها إلى الخارج.
هلا دكتور اي حدا عم يسمعنا بيقول يعني انا معقوله اذا حصلت على الاله او الاداه اللي انا بدي اياها لمشروعي اني ممكن ما انجح؟ يعني ممكن في شخص بده مثلا اله خياطه، خلينا نقول سيده حصلت على ماكينه الخياطه، اليست كافيه لحتى هي تفتح مشروع اليوم، ام هي بحاجه لهيدا التنسيق والربط؟ هذا التنسيق والربط كثير مهم لسبب انا بجي اليوم بعالمنا اليوم صار في عنا أول شيء صار في عنا منافسة شديدة، في عنا التكنولوجيا عم تعمل نقلات نوعية على صعيد الإنتاج وعلى صعيد التسويق، فاليوم أنت لما بدك تعطي التمويل وفعلا تحصلي على أداة الإنتاج المناسبة لا يكفي بالنسبة للشخص، لأنه هو قد يتعثر في مرحلة ما بعد الإنتاج اللي هي مرحلة التسويق. هون فيني أنا أذكر حاضنات الأعمال اللي حطيناها على جنب. حاضنات الأعمال موجودة حول العالم، هي بلاتفورمز أو حاضنة مهمتها الأساسية أنه بتقول لأي رائد أعمال، هون كمان بنذكر بقى رواد الأعمال، اليوم في كتير من الشباب اللي بتلاقي عندهم خلال مرحلة معينة بيطلع عندهم أفكار فعلا أفكار جذابة، مش جذابة بمعنى جذابة وإنما فعلا قد تصلح لأن تكون ربما منتج جديد، ربما فكرة خدمية جديدة. فبتجي حاضنة الأعمال بتقول له قدم لي دراسة بنسميها دراسة جدوى اقتصادية تحكي لي فيها عن المشروع أو الفكرة اللي أنت عم حابب أنك تنفذها، وحاول تعمل لي دراسة. طبعا دراسة الجدوى الاقتصادية حكما في شق مالي بيبين الجانب التكاليفي. فهون بيتقدم للحاضنة، الحاضنة اسمها حاضنة، هي ليس فقط تقدم له التمويل، تساعده بالتمويل ثم تعطيه الدعم الإداري والتقني وبتتركه لفترة زمنية تمتد إلى سنة، هي فكرة حتى يوقف على رجله، ثم بتطلقه بعد فترة لحتى يصير أو يصير مشروع مستقل بعد ما تتأكد تعمل مراجعة على كل ما تم بناء على التمويل لحتى تتأكد أنه تم بالطريقة الصحيحة. هون الشباب عم يستفادوا اليوم من المواقع الإلكترونية والتكنولوجيا لحتى يسوقوا هن منتجاتهم، ربما عم بيكون الربح فردي يعني على مستوى الشخص عم بيحقق أرباح ربما تكفي لمعيشته، ولكن اليوم أصبح التكنولوجيا والإنترنت هي باب تسويق كبير بيقولوا لك هون ما أنا بحاجة ل... هون في عنا شقين في عنا شقين لازم ينحكى عنهم. الشق الأول أنه ربما لليوم ما قدرنا حصرنا أثر المشروعات المتوسطة والصغيرة في سوريا لأنه في جزء منا informal أو خلينا نقول بالظل، يعني أنا ما بدي أعطيه صفة سلبية، هو جزء من العمل هو جزء من عمل طبيعي وعلى وتحت أنظار الجميع، لكن الشق التنظيمي اللي ما عاطي هالتسلسل شكله الواضح عم يخلي هالأعمال فردية مثل ما قلتي فردية. هلا هي فعلا لا تحت يعني هي منصة جديدة تساعد هؤلاء الأشخاص على أنهم يقدموا منتجاتهم بالطريقة الصحيحة، لكن اللي بدي أقوله اليوم شغلة كتير مهمة بالنسبة للطلاب أنه اليوم في عنا طلاب على مقاعد الدراسة يملكون أفكار كتير كبيرة، لكن للأسف كلياتنا عم نتعامل مع المرحلة الجامعية هي على أساس أنها مرحلة فقط أني أنا أدرس هالمقررات الموجودة عندي وروح أقدم فيها امتحان ومن ثم أحصل على الشهادة، لكنهم ما بيحاولوا خلال هالسنوات المرحلة الجامعية أنهم يعرفوا شو الموجود، خليني أقول شو الترند لأنه هن بيحبوا كلمة ترند، شو الترند الموجود اليوم بسوق العمل لحتى يشتغلوا على حالهم ليحققوا فعلا مثل ما عم تقولي انهم يعبروا عن انفسهم على المنصات بالطريقه الصحيحه. يعني نحن في شيء اسمه السكيلز او المهارات اللي طالب بيطلع فجاه على سوق العمل بيوقف بيقول انا ما بعرف شو اللي لازم ساوي بهذا السياق. يعني دكتورة عم تحكي كلام مهم جدا وهو مهم لكل حدا حاليا عم ببلش او بده يبلش او حابب يبلش بمشروع، انه لازم يكون في خطوات مدروسه، لازم يكون في عنا اليه عمل خليني اقول مشتركه ما بينه هو وما بين سوق العمل، ويكون في له دعم. اهم شغله فكره الدعم اللي نحن عم تنقصنا حاليا كشباب صراحه. صح. للاسف يعني صح. فيعني كلام جميل ومهم جدا، بدنا نشكرك يعني بدنا نشكر وجودك معنا، كان هيك وجودك لطيف جدا. كلمة شكرا. أخيرة عن شو بتحكي لنا عن بكلمتك الأخيرة؟ هلا أنا بتمنى اليوم من الشباب، أنا دائما بقول لطلابي وكتير كتير حكيت فيها سابقا إنه يا شباب خلال السنوات الأربعة خلال دراستكم
تحاولوا تكسبوا أكبر مهارات ممكنة لحتى لما توصلوا لمرحلة ما بعد التخرج تكونوا قادرين تختاروا الفرصة المناسبة وما تنطروا فقط الوظيفة وإنما أنتوا قادرين تعملوها بإيدكم. صحيح، نحن دائما بنعول على الشباب اللي هن دائما العماد الاساسي لحتى يبنوا المجتمع بافكارهم بمشاريعهم باي خطوه ممكن يقدموا عليها. بنشكر وجودك معنا كثير. وانا كمان سعيده فيكم دكتوره ريم عيسى، دكتوره بكليه الاقتصاد جامعه تشرين، نورتينا.